السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم English Learning 101، تعلم إنجليزي بالعربي. أنا جالس في المقعد الأول. أنا I جالس verb sit. أنا جالس فعل في المضارع المستمر. So I am sitting. In في I am sitting in the first الأول in the first I am sitting in the first set أنا جالس في المقعد الأول I am sitting in the first set